اهلا بيكم اعزائي طلبه وطالبات دبلوم مدارس ثانويه تجاريه في حلقه جديده وبرنامجنا في بيتنا مدرسه مع ماده المحاسبه الضريبيه النهارده ان شاء الله. طبعا احنا وعدنا اعزائنا الطلاب قبل كده في شعبه الاداره وقلنا ان احنا ان شاء الله هنعمل حلقات منفصله للحلقات المحاسبه الضريبيه، لان احنا طبعا انتهينا من منهج المحاسبه الماليه وبدانا في حلقات مراجعه للمحاسبه الماليه، وقلنا على فترات كده ان شاء الله مع المحاسبه الضريبيه كل مثلا حلقتين ثلاثه بالنسبه للضريبيه هنعمل حلقه لمراجعه اعزائنا الطلاب في المحاسبه الماليه. يعني احنا النهارده ان شاء الله هنشتغل محاسبه ضريبيه، وبدانا قبل كده في المحاسبه الضريبيه في عده حلقات، ولكن طبعا هنبدا في برضه مراجعه على بعض اللي احنا درسناه في المحاسبه الضريبيه عشان اعزائنا الطلاب في شعبه الاداره يتابعونا، واللي ما تابعناش قبل كده يتابعنا ان شاء الله باذن الله في حلقات المحاسبه الضريبيه. النهارده ان شاء الله هنتكلم في اولى الموضوعات اللي احنا اخدناها في المحاسبه الضريبيه وهي الضريبه على ايرادات المهن الحره. وقبل ما نقول الضريبه على ايرادات المهن الحره هنتكلم في الضريبه بشكل عام في جزئيه نظريه ان شاء الله هنستعرضها مع بعض، وبعد كده هنبدا في اجزاء المنهج هنبقى عارفين احنا عندنا عده موضوعات كل موضوع بيتكلم فيه حاجه معينه عن الضرائب، ضريبه على ايرادات المهن الحره، ضريبة على المرتبات، ضريبة على إيرادات النشاط التجاري والصناعي، وبعد كده إن شاء الله هنتكلم في القيمة المضافة أو ضريبة القيمة المضافة. وزي ما هنشوف مع بعض دلوقتي هنبدأ بداية كده في جزئية نظرية لازم تبقى عارفها، تعريف الضريبة وتقسيمات الضريبة وإزاي نحسب الضريبة، ثم بعد ذلك النهاردة إن شاء الله حلقة منفصلة عن الضريبة على إيرادات المهن الحرة، ودي تعتبر مراجعة على إيرادات المهن الحرة اللي إحنا بدأناها، ولكن عشان اعزائنا الطلاب اللي ما تابعوناش في الضرايب واللي هم مش عارفين ان احنا عملنا حلقات منفصله للمحاسبه الضريبيه يتابعونا ان شاء الله. وهنبدا مع بعض زي ما هتشوف دلوقتي موضوعنا عن المحاسبه الضريبيه او اول موضوعاتنا، ولازم طبعا في الاول بنتكلم في تعريف الضريبه وتقسيماتها المختلفه زي ما هتشوف دلوقتي ان شاء الله. مبدئيا كده لو قلنا ايه تعريف الضريبه، طبعا لما هنيجي ان شاء الله وهتقرا دلوقتي الضريبه دي فريضه حاجه فرض، يبقى كل كلمه في التعريف اللي احنا هنقراه لازم تركز عليها وتبقى عارف الكلمه دي ليها مغزى وايه المقصود بيها. يعني لما اقول الضريبه فريضه نقديه يبقى الحاجه دي جبريه او الحاجه دي جبرا بتحصلها الدوله من الافراد، يبقى مش اختياري ان حضرتك تدفع الضريبه او ما تدفعهاش، يبقى الضريبه دي فرض او فريضه نقديه الدوله بتحصلها من الافراد. ليه بتحصلها من الافراد جبرا؟ لان هو طبعا دي مش حاجه اختياريه، كمساهمه من هؤلاء الافراد في ان الدوله هتقدر بعد كده تتحمل او تغطي النفقات لك ايه العامه. ولما اقول نفقه عامه يعني معناها ان دي اساتذتنا في الماليه العامه ان النفقات العامه دي حاجه الدوله هي بس اللي بتقوم بيها، يعني انا ما اقدرش انا كراجل صاحب مشروع ان انا اقوم بمشاريع معينه بتقوم بها الدوله، يبقى هذه النفقات العامة اللي الدولة بتعملها عشان تخدم وتحقق الرفاهية الاقتصادية والاجتماعية للمجتمع فلابد ان انا كشخص انا اساهم في هذه النفقات العامة. طب مساهمتي تكون عن طريق ايه؟ عن طريق دفع الضريبة او عن طريق ان انا ادفع ضرائب. يبقى الضرائب فريضة نقدية تحصلها الدولة جبرا من الافراد، والدولة اللي بتحصلها ليه؟ لما لها من قوة وسيادة وهيمنة، فبالتالي انا اقدر ان انا احصل من هذه الافراد او من اي من الافراد جبرا تلك الضريبه. لماذا؟ عشان خاطر اقدر اغطي النفقات الايه العامه، او ان انا اقدر احقق الرفاهيه الاقتصاديه او اشارك كشخص في الرفاهيه الاقتصاديه والاجتماعيه للمجتمع. تعال مع بعض كده نستعرض تعريف الضريبه ونقول الضريبه هي فريضه نقديه تحصل عليها الدوله من الافراد والمنشات. يبقى ممكن فرد يدفع ضريبه وممكن منشاه تدفع ضريبه، يبقى في ضريبه على الافراد زي ما انت هتشوف تقسيمات المنهج دلوقتي، والمنشات طبقا لقواعد محدده. يعني الموضوع مش ماشي كده، لا ده في رولز معينه انت ماشي عليها. ايه الهدف او ايه الغرض؟ بغرض تغطيه النفقات العامه وتحقيق الرفاهيه الاقتصاديه والاجتماعيه. يبقى هو ده تعريف الضريبه. طب يا ترى هل هناك تقسيمات مختلفه للضرايب؟ اولا لما اقول لحضرتك التقسيمات المختلفه للضرايب
يبقى تقول لي من حيث ايه؟ يبقى اولا من حيث من يتحمل عبء الضريبة، يعني مين الشخص اللي هيدفع الضريبة، اما ضريبة مباشرة او ضرائب غير مباشرة، وهنقول الكلام ده بالتفصيل. من حيث نوع الضريبة، هل هي ضريبة على الدخل ام هي ضريبة على الانفاق. ثالثا من حيث نوع النظام الضريبي، ان النظام اللي انت ماشي عليه في الدولة، هل هي ضريبة موحدة ام هي ضريبة نوعية على نوع معين. رابعا من حيث مدى مراعاة الضريبة لظروف الممول، وهنقول يعني ايه ممول. تنقسم الضريبة الى ضرائب شخصية وضرائب عينية. الضرائب الشخصية دي بتراعي الظروف الشخصية للممول، ضريبة عينية لا تراعي الظروف الشخصية للممول. من حيث سعرها، هل هي ضريبة نسبية ام ضريبة تصاعدية. طيب لما نيجي نتكلم كده وعايز افهم، ما بقاش انا حافظ، انا عايز افهم، تعالى كده نتكلم بشيء من التفصيل البسيط عن انواع الضرائب اللي كانت معروضه قدام حضرتك. لما اقول لحضرتك نوع الضريبه، اول حاجه من حيث من يتحمل عبئها، اما هي ضريبه مباشره او ضريبه غير مباشره. طب ايه المعيار او ايه التفرقه اللي بفرق بيها ما بين امتى هتبقى ضريبه مباشره او ضريبه غير مباشره؟ عشان طبعا في مصطلحات معينه في الضرائب، كلمه ممول يبقى ده الشخص اللي هيدفع الضريبه، كلمة وعاء يبقى ده المبلغ اللي أنا أو صافي حصيلة دخلك أو الوعاء أو الحاجة اللي أنا باخد عليها ضريبة، يبقى هو ده المبلغ اللي أنا هاخد عليه ضريبة. طب تعالى دلوقتي لما أقول لك الضريبة دي، أنت كممول وممول دافع للضريبة، لما تيجي تدفع الضريبة هقول لحضرتك لو حضرتك اللي هتتحمل الضريبة مش هتقدر تنقل عبئها لأي حد من الأفراد أو أي حد تاني، أنت اللي هتدفعها، يبقى دي ضريبة عليك أنت، يبقى دي ضريبة مباشرة، أي أن الممول هو الذي يتحمل عبء هذه الضريبة. ده معنى كلمة ضريبة مباشرة. الضريبة الغير مباشرة يستطيع الشخص ده أن هو ينقل عبئها، مش هو اللي هيدفعها، حد غيره هو اللي هيتحملها. طب دي زي إيه ودي زي إيه؟ حضرتك دخل لك دخل معين، فانت بتقول دي ضريبة عليه على دخلك انت، يبقى دي ضريبة مباشرة. لكن ممكن ضريبة المبيعات البائع هو اللي بينقلها لمين؟ للشخص او للعميل. يبقى لما بيجي لي حد كراجل تاجر بيفرض، انا بتفرض عليا ضريبة مبيعات، فانا بقول له السلعة دي سعرها اكس وهنضيف عليها واي مثلا ضريبة، فالضريبة دي بيتحملها مش الشخص، لا ده انا بنقلها لواحد تاني. يبقى كده اما هي ضريبة مباشرة، اي ان من يتحمل عبئها الشخص ذاته، او ضريبة غير مباشرة، يعني يستطيع الشخص ان ينقل عبء تلك الضريبة الى جهة اخرى. ده كده من حيث من يتحمل عبء الضريبة. طب يا ترى الضريبة دي نوعها ايه؟ هل هي ضريبة دخل ام انفاق؟ ضريبة دخل، اي بمناسبة الحصول على الدخل، بمجرد ان حضرتك تحصل على الدخل يتفرض عليك ضريبة. ممكن تروح تنفق هذا الدخل يتفرض عليك ضريبة، لما تروح تشتري هتلاقي فيه ضريبة مبيعات. يبقى إذن ضريبة الدخل دي بتحدث عند الحصول على الدخل، ضريبة الإنفاق عند الإنفاق أو عند إنفاق هذا الدخل. طب يا ترى الضريبة دي بتراعي ظروف الممول ولا ما بتراعيهوش؟ يعني في ضريبة شخصية، شخصية يعني في مراعاة لظروف الممول وفي اعفاء، وفي حاجه بتعفى، وزي ما هتشوف الاعفاءات والقواعد اللي احنا هنمشي عليها في الضريبه، وفي ضريبه عينيه يعني لا تراعي ظروف الممول. طيب هل يا ترى الضريبه دي وانت بتفرضها، انت بتفرضها بنسبه كونستانت ثابته ما فيهاش اي نقاش، يبقى دي ضريبه سعرها هل هي نسبيه ولا تصاعديه؟ نسبيه يعني نسبه معينه من دخلك انا هاخد 10% 20% ايا كان، فبالتالي هقول لحضرتك انا كده دي ضريبه نسبيه بتفرض بنسبه ثابته على الوعاء. لكن لو قلت لك ضريبه تصاعديه، تصاعديه يعني حسب شريحتك، الشرايح دي يعني اقول لك المبلغ لحد مثلا 22000 الاولى، بعد ما اعفي لك الاعفاء زي ما هتشوف
هقول لك 22000 دي تتضرب في 10%، 15000 التاليه تتضرب مثلا في 15%، ال 155000 التاليه تتضرب مثلا في 15%، اللي يزيد عن كده يتضرب في 22. يعني هل هي حاجه اسندنج كده تصاعدي انا بفرض بشرايح تصاعديه، ولا انا بقول الضريبه دي نسبه ثابته ملهاش علاقه بالايه؟ بدخلك كام انا باخد نسبه ثابته منه. طبعا بعد كده هل هي الضريبه دي ضريبه موحده بتتاخد توتال حاجه موحده على دخلك، ولا ضريبه عينيه على نوع معين من الدخل؟ تعالى كده نكمل بعد كده. هل هذه الضريبه تسدد لمصلحه الضرايب نوعها؟ انت اللي بتروح تسددها مباشره تسددها لمصلحه الضرايب، ولا تستقطع من المنبع؟ تستقطع من المنبع يعني انت يكون ليك ايراد او دخل فيه هيجي لك، وانت الدخل ده هيجي لك النهارده، تروح تاخد الدخل ده تلاقي الضريبه اتاخدت منه ويجي لك الدخل صافي بعد الضرايب، يبقى تستقطع فيه مكانها، يبقى كده ده معناه او ان انت بتدفع الايه؟ الضريبه. بعد كده تعال نتكلم في انواع الضريبه على دخل الاشخاص الطبيعيين. طب ايه الفرق بين كلمه شخص طبيعي وشخص اعتباري؟ طبعا احنا لازم نحط الاساسيات بتاعتنا الاول، وبعد ما نكمل اساسياتنا دي يبقى انت عارف ايه المصطلحات، عشان خاطر في التمارين هتبقى فيه لكل نوع من انواع الضرائب اللي احنا هنتكلم عليها باب منفصل او فصل لوحده وليه قواعد لوحدها، سواء ضريبه مرتبات، ضريبه مهن حره، ضريبه على ارباح النشاط التجاري والصناعي، ضريبه على ايرادات الثروه العقاريه سواء كانت اراضي زراعيه او عقارات مبنيه، وبعد كده مثلا كل نوع قيمه مضافه، ده كده ليه جزئيه منفصله بحلقه منفصله. فلازم الاساسيات اللي احنا بنتكلم فيها يبقى انت عارف ايه المصطلحات او ايه الرولز اللي احنا ممكن نمشي عليها. طيب لما نيجي بعد كده اقول لك في شخص طبيعي وفي شخص اعتباري. الشخص الطبيعي اللي هو البني ادم الانسان الشخص اللي زيي وزيك، ده كده شخص طبيعي بيتكلم فرد. لكن ممكن اقول لحضرتك هناخد ضريبه، احنا قلنا في بدايه التعريف ان الضريبه تستقطعها الدوله جبرا، حاجه جبريه من الافراد والمنشات. يعني باخد ضريبه على فرد واخد ضريبه على شركه. طب الفرد ده بالنسبه لي اسمه شخص طبيعي فرد، المنشاه الشركه ده شخص اعتباري، يبقى الشخصيه الاعتباريه دي الشركات. فبالتالي بعد كده لما اجي اقول لك الضريبه بقى اللي هتفرض على الاشخاص الطبيعيين، يبقى انا بتكلم في ضريبه الاشخاص الطبيعيين مش الضريبه على الاشخاص الاعتباريه او على الشركات. فانا بقول لحضرتك هنقسم منهجنا كالتالي: واحد، المرتبات وما في حكمها زي ما هتشوف دلوقتي، ايرادات النشاط التجاري والصناعي، ايرادات المهن الحره، ايرادات الثروه العقاريه. يبقى دول اربع موضوعات. بعد كده ده منهجنا، يعني احنا عندنا ضريبه على ارباح الاشخاص الطبيعيين، وضريبه على ارباح الاشخاص الاعتباريه، والقيمه المضافه. ده المنهج. لما نيجي نتكلم مع شخص طبيعي هقول له انا هاخد مع حضرتك اربع اجزاء او هنروح في اربع اماكن للضريبه على هذا الشخص الطبيعي. مرتبه، يبقى ده موضوع. مهنه حره، المهنه الحره ديت يعني محاسب قانوني مثلا، مهندس في عنده مكتب هندسي، دكتور عنده عياده، محامي عنده مكتب محاماه، يبقى كده ده مهنه حره. ده ازاي الشخص الطبيعي ده هيتعامل مع المهنه الحره ازاي؟ ده موضوعنا النهارده ان شاء الله. بعد كده هنتكلم في الضريبه على ايرادات الثروه العقاريه. ايرادات الثروه العقاريه دي عباره عن حضرتك عندك اراضي زراعيه. طب الارض الزراعيه دي نوع زراعتها ايه؟ طب هل هي مزروعه محاصيل تقليديه؟ هل هي مزروعه حدائق فاكهه؟ طب ايه الاعفاءات؟ طب امتى هاخد مثلا الضريبه بالشكل بنسبه معينه؟ هاخد على مثلا نباتات الزينه، على المشاتل، كل حاجه. طب هل انت مستاجر الارض؟ هل حضرتك مالك للارض؟ هل تملك الغراس بتاع الارض، البذور؟ كل هذه الموضوعات في ضريبه على ايرادات الثروه العقاريه. بعد كده ان شاء الله هيبقى في ايرادات النشاط التجاري والصناعي. طبعا مع الترتيب اللي احنا هنمشي عليه في حلقتنا، ايرادات النشاط التجاري والصناعي يعني ده موضوع حضرتك عندك اراضي، ودي هنعمل لها حلقه ان شاء الله، الحلقه القادمه باذن الله هتبقى في ايرادات النشاط التجاري والصناعي. يعني النهارده هنتكلم في المهن الحره، ان شاء الله الحلقه القادمه هنتكلم في ايرادات النشاط التجاري والصناعي. لما اجي بعد كده اقول لك هنتكلم في الضريبه على الاشخاص الاعتباريه، بعد كده هنتكلم في الضريبه على القيمه المضافه. تعالى سريعا كده نشوف الكلام اللي احنا قلناه. بنتكلم وبنقول اولا
انواع الضريبه على دخل الاشخاص الطبيعيين. بنقول اول حاجه تفرض الضريبه على مجموع صافي دخل الاشخاص الطبيعيين، وبيتكون من المرتبات وما في حكمها، ايرادات النشاط التجاري والصناعي، ايرادات المهن الحره، ايرادات الثروه العقاريه، الضريبه على ارباح الاشخاص الاعتباريه، وضريبه القيمه المضافه. ده ثالثا. يبقى اولا اللي هو الشخص الطبيعي اللي هو مجموع صافي دخل الاشخاص الطبيعيين المقيمين وغير المقيمين بالنسبه لدخولهم المحققه في مصر. الدخل ده عباره عن ايه؟ المرتبات وما في حكمها. اتنين، ايرادات النشاط التجاري والصناعي. تلاتة، ايرادات المهن الحرة. اربعة، ايرادات الثروة العقارية. ثانيا، الضريبة على ارباح الاشخاص الاعتبارية. ثالثا، ضريبة القيمة المضافة. كده هنبدأ اول حاجة زي ما هتشوف حضرتك دلوقتي. اولا الضريبة على ايرادات المهن غير التجارية او المهن الحرة. يبقى ده الموضوع الاولاني. تعال نتكلم في الضريبة على ايرادات المهن الغير تجارية او الحرة، ونقول ايه المقصود بالمهن الحرة. المهن الحرة تلك المهن، ده تعريف المهن الحرة، تلك المهن التي تتعلق بخدمات يؤديها الشخص بعمله للغير وبصفة مستقلة، ويحتاج مباشرتها إلى كفاءة علمية خاصة كالمحامي والمحاسب والطبيب والمهندس. يعني حضرتك المهنة الحرة دي بتقدم خدمة للغير، والخدمة دي بصفة مستقلة، وعشان خاطر تباشر المهنة دي لازم كفاءة علمية كمحامي محاسب طبيب مهندس. طب ايه يا ترى شروط خضوع ايرادات المهن الغير تجارية للضريبة؟ لازم يكون عندك شروط للخضوع للمهن غير التجارية للضريبة عشان تخضع المهنة بتاعتك، او اقول لحضرتك دي مهنة غير تجارية وتخضع للضريبة. رقم واحد، مزاولة المهنة بصفة مستقلة وفي مصر او خارجها. يعني لازم تكون انت بتزاول مهنتك بصفة مستقلة، والكلام ده يا اما في مصر يا اما خارجها. اتنين، قيام المهنة على عنصر العمل. يبقى لازم يكون انت حضرتك ده شغل، يبقى لازم يكون في عنصر العمل. تلاتة، احتراف المهنة او النشاط. يبقى لازم تحترف هذه المهنة او النشاط. يبقى هم دول الثلاث شروط اللي قدامك، اللي هم مزاولة المهنة بصفة مستقلة في مصر او خارجها، قيام المهنة على عنصر العمل، احتراف المهنة او النشاط. بعد كده يا ترى ايه هي الايرادات الخاضعة للضريبة؟ الايرادات الخاضعة للضريبة، واحد، ايرادات عادية مثل الاتعاب او العمولة او المكافآت من مصر. يبقى الايرادات العادية. اتنين، ارباح رأس مالية زي ارباح بيع الاصول الثابتة المستخدمة في مزاولة المهنة. يبقى الايرادات الخاضعة للضريبة يا اما ايراد عادي اللي هو اتعابك وعمولتك لشغلك، انما الارباح الرأسمالية زي ايه ارباح رأسمالية؟ يعني حضرتك بعت اصل ثابت مستخدم في مزاولة المهنة. دكتور مثلا باع جهاز مثلا اشعة، محاسب عنده مثلا حاجة خاصة بال طبعة مثلا معينة، عنده حاجة خاصة بشغله بيستخدمها، باعها وكسب فيها ربح. هذا الربح اسمه ربح رأس مالي، لأن الربح الرأس مالي طبعا هو ربح بيتعلق ببيع الأصول الثابتة. يبقى أنت لما تبيع الأصول الثابتة وتكسب فيها يبقى ده ربح رأس مالي. ولا يدخل ضمن الإيرادات الإيرادات العرضية. يعني واحد دكتور عنده حد عمل إعلان على العيادة بتاعته جاله منها ايراد، يبقى ده مش هنعتبره لانه ده لا يتعلق بالمهنه. تأجير حجره من العياده، دكتور اجر حجره من عيادته لحاجه معينه، يبقى كده ده بعيد عن شغله. الجوائز والمكافئات التشجيعيه والتقديريه، الراجل ده
دكتور او محاسب محامي وعنده خد جايزة تشجيعية او مكافأة لو هو دكتور متميز، فبالتالي احنا كده برضو مش هيدخل ضمن الايراد. طيب بعد كده تعال نتكلم في التكاليف والمصروفات واجبة الخصم. طيب ايه التكاليف والمصروفات بقى؟ يعني ايه التكاليف اللي انا اعتبر صاحب المهنة الحرة ده نقدر نقول له دي تكاليف ومصروفات فعلا هنخصمها لك من الايراد عشان نعرف وعاء الضريبه؟ الايجار، الاجور والمرتبات، مصروفات عموميه، مصروفات سفر وانتقالات، المصروفات المشتركه زي التليفون والسياره. طبعا التليفون والسياره عن التليفون لو بيستخدم لاغراض الخاصه والشغل، السياره بتستخدم لاغراض الخاصه والشغل، بناخد التلتين بس، يخصم تلتي هذه المصروفات. تبرعات والاعانات، في تبرعات للحكومة معترف بيها، تبرعات لجمعية خيرية مشهرة، تبرعات لفقراء الحي. طبعا دي الأنواع، بس طبعا في حاجات معينة مش كل ده يتخصم، يعني دي أنواع التبرعات. وطبعا لما نيجي عند التبرعات هنقدر نتكلم باستفاضة. تعالى قبل المثال بتاعنا نتكلم في إيرادات المهنة الحرة. إيه القواعد اللي احنا هنمشي عليها؟ او ايه الاساسيات اللي احنا هنمشي عليها؟ وبالتالي ندخل على عندنا مثالين في ايرادات المهن الحره النهارده. تعالى نتكلم الاول في يعني ايه مهنه حره، يعني ايه ايرادات، يعني ايه تكاليف، ايه معنى كلمه ايرادات عرضيه، ايرادات عاديه، ارباح راسماليه. تعالى نتكلم على المصروفات اللي احنا نقدر نعتمدها لك او نخصمها، او في مصروفات ما تتخصمش. طيب الكلام ده قبل المثال، بداية كده قبل ما نشوف مثالنا دقيقة كده معايا نقدر نحدد احنا هنمشي ازاي. مبدئيا المهنة الحرة حد بيزاول عمل للغير مقابل عمولة واتعاب، دكتور، محامي، محاسب، مهندس. تلك المهنة الحرة مثلا ليه مجموعة من الإيرادات وفي مجموعة من المصروفات، يعني هو بيجي له إيراد ومجموعة من المصروفات بيصرفها. لما أجي أقول لحضرتك بمنتهى البساطة عشان أحدد دخلك أو وعاء الضريبة بتاعتك، هتقول لي الدكتور ده إيراداته إيه ونجمعها، ومصروفاته إيه ونجمعها ونطرحهم، نعرف الراجل دوت دخله كام وهنحاسبه ضريبياً إزاي. هقول لك الموضوع حتى ان كان بالبساطه زي ما انت متخيل كده، فهقول لك تعالى بس اقول لك ان الايرادات مش كل ايراد انا اعترف بيه او ان انا هعتبره من ضمن ايرادات الدكتور ده ومش هدرجه ضمن الايرادات الخاضعه للضريبه. وعلى سبيل المثال لما اقول للدكتور ده انت عندك ربح هقسم له في ارباح عاديه نتيجه شغله، كشف العياده، عمليات جراحيه، حاجة خاصة أو حاجة بتبقى ريليتد بالمهنة كده، ده ربحه العادي. لكن ممكن الدكتور ده يبقى عنده ربح برضه خاص بمزاولة المهنة ولكنه مش ربح عادي، ده ربح رأسمالي. وأساتذتنا علمونا في المحاسبة إن لما نقول ربح رأسمالي يبقى أنت بتتكلم في أرباح بيع أصول ثابتة مثلا. يبقى لو أنا عندي مثلا في الشركة بتاعتي مثلا آلات وبعتها وكسبت في الالات، هقول ده ربح راسمالي. لكن لما نيجي بقى عند الدكتور نقول له ايه الربح الراسمالي اللي يتعلق بالمهنه، ما هو الدكتور ده لو هو باع سياره لحد بره وخد سمساره وعمول او توسط في بيع قطعه ارض لحد بره، فاقول له دي ملهاش علاقه بالمهنه، فالايراد اللي هيجي له انا مش هاخد عليه ضريبه مهن حره، مش هتعامل معاها لان ده ايرادات مهن حره. لكن لو الدكتور ده باع جهاز اشعه عنده قديم وهيجيب واحد جديد، فبالتالي الجهاز ده لو باعه وكسب فيه فبالتالي انا بقول له ربح هذا الجهاز هي ارباح راسماليه ولكنها متعلقه بمزاوله المهن تخضع للضريبه، يبقى دي من ضمن الايرادات. فيبقى في مجموعه من يعني ان انا ابدا اتكلم كده واتحاور مع الايرادات، مين الايراد اللي يخضع ومين الايراد اللي يخضع، مين المصروف اللي انا اقدر اخصمه لك
ما هو زي ما انا بقول لك في ايراد هاخد عليه ضريبه وايراد مش هاخده لك للضريبه، برضو انت من صالحك كممول انك انت تقول لي انا صرفت وصرفت وصرفت وتكتر في مصروفاتك قوي عشان خاطر تطرح من الايرادات، فبالتالي لما مصروفاتك تزيد يبقى الضريبه بتاعتك هتقل. فانا برضو زي ما بقول لك الايراد ده انا مش هاخد عليه ضريبه، هقول لك المصروف ده انا مش هعتمده ان انا كمصروف اطرحه لك من الايراد. بمعنى لو المصروف ده مش متعلق بالمهنه خلاص يبقى انا ليه اخصمه، او انت ليه تقول لي انا صرفت المبلغ ده، يبقى المبلغ ده مش هيطرح من الايراد عشان اخد الضريبه، مش هعتمده يعني انا مش هعترف بهذا المصروف الا بالمصروف المتعلق بالمهنه، يعني ايجار اجور مرتبات مساعدين. كلامي طبعا انا بتكلم زي مثلا على حال الدكتور او طبيب، يبقى كده هقول له المصروف ده انا مش هعتمده. في مصروفات مشتركه، يبقى اما اقول له المصروفات المشتركه مثلا زي تليفون وسياره، السياره دي حضرتك بتستخدمها في الشغل وبتستخدم في لاغراضك الشخصيه للبيت عند الممول مثلا، يبقى نقول له مثلا لا ده طالما حاجه مشتركه سواء تليفون او سياره انا باخد تلتين المصروف ده، هو ده اللي انا اعتمده له. يعني لو هو صارف بيقول لي مثلا انا صارف 30,000 جنيه مصروفات سياره، هقول له 30,000 جنيه لما اجي اطرح المصروفات من الايرادات عشان اوصل لوعاء الضريبه بتاعك كام، هقول له ال 30,000 دي هاخد التلتين بس، هعتبر لك 30,000 في 2 على 3 ب 20,000 فقط لا غير، هو ده المصروف، وال 10,000 ده انا خصصته او التلت للاغراض الشخصيه. تبرعات، التبرعات في تبرعات للحكومه، في تبرعات لجهات معترف بها او جمعيات خيريه او حاجه وفقا لحاجات مشهره، وفي تبرعات لفقراء الحي. اقول لحضرتك تبرعات الحكومه ده ما اقدرش اقول لك ان دي مش لا دي معترف بيها واقدر ايه هتعامل وهطرح لك تبرعات الحكومه، لكن تبرعات لفقراء الحي اطلاقا انا ما عنديش حاجه او مستند يقول انت تبرعت لفقراء الحي. تبرعات لجمعيات دي ليها نسبه معينه زي ما هتشوف في التمرين او حد اقصى ما تقدرش تتخطاه وتتعداه وهكذا، كذلك الامر بالنسبه للتامين على الحياه. كل الكلام ده هيتضح معاك لما نشوف معانا النهارده ان شاء الله في ايرادات المهن الحره تمرينين، معانا تمرين عن المهندس احمد نبيل ومعانا تمرين المحاسب محمد امين. تعال معايا كده لو قلنا مثال واحد، اول مثال في ايرادات المهن الحره او الضريبه على ايرادات المهن الحره، وهو المهندس احمد نبيل يملك مكتبا هندسيا وقد بلغت ايراداته ومصروفاته كما يلي. ده كده شكل السؤال حضرتك، بقول لك الايرادات هي 35,000 اتعاب تصميمات هندسية، 30,000 أتعاب استشارات هندسية، 50,000 أتعاب تصميم صالة رياضية بالإمارات، 5,000 أرباح بيع أدوات هندسية، 10,000 جائزة تقديرية نظير أبحاث بأحد المؤتمرات، 60,000 أتعاب تصميم بالمشاركة مع أحد المهندسين بالتساوي. دي إيرادات المهندس أحمد نبيل. نيجي على مصروفاته، هيقول لي في 10,000 مرتبات موظفي المكتب، 2,000 اشتراك نقابة المهندسين، 9,000 استهلاك سيارة، 20,000 مصروفات عمومية وإدارية، 1,500 اشتراك نادي، 8,000 استهلاك أدوات هندسية، 5,000 مرتب لزوجته، 2,000 جنيه إيجار المكتب، 6,000 تبرعات لجمعيات خيرية معترف بها. كل دي إيرادات ومصروفات، وعايز حضرتك تركز بس إن الإيرادات فيها حاجات خاصة بشغله وممكن حاجات ما خدش عليها ضريبة أو لا تخضع للضريبة زي ما هتشوف. الإيرادات اللي قدامك سريعا تاني، أتعاب تصميمات هندسية، أتعاب استشارات هندسية، أتعاب تصميم صالة رياضية بالإمارات أو بالسودان، 5,000 أرباح بيع أدوات هندسية، 10,000 جائزة تقديرية نظير أبحاث بأحد المؤتمرات. طب لما أجي عند الجائزة التقديرية دي فأنا هقول لك إن أنا مش هخضع الجائزة التقديرية دي للضريبة. يبقى كل الإيرادات اللي قدامك دي مفيش أي مشكلة
زي ما هنشوف بعد شوية في الحل دلوقتي، ان انا بقول لحضرتك ان دي حاجة خارج الايرادات الخاضعة للضريبة، وبالتالي بنقول ان انت الايراد ده ايراد عن جائزة تقديرية نظير ابحاث، او نظير ايه؟ ان انا عندي حاجة عاملها ابحاث او مؤتمرات، دي مش مرتبطة بالنشاط، او هنقول ان دي حاجة احنا قلنا في بداية التمرين ان احنا مش هناخد ضريبة على هذا الايراد. نكمل بقى بعد ما نقول مجموعة الايرادات والمصروفات انت شفتها، فاذا علمت ان الممول مؤمن على حياته لمصلحة زوجته وابنته بواقع قسط شهري 350 جنيه. يعني مهندس احمد نبيل مأمن على حياته ب 350 جنيه لصالح زوجته وابنته. زوجة الممول لا تعمل بالمكتب الهندسي. المطلوب تحديد وعاء الضريبة على دخل الأشخاص الطبيعيين. 2 حساب الضريبة المستحقة على الممول. أحدد الوعاء، ومن خلال الوعاء أبدأ أشوف أنا هحسب الضريبة كام. زي ما تعودنا في برنامجنا إن إحنا بنستعرض التمرين، أو لما نشوف التمرين نقدر إن إحنا نقراه بصورة معينة. مهندس أحمد نبيل عنده مجموعة من الإيرادات لمكتبه الهندسي، وعنده مجموعة من المصروفات. الموضوع بمنتهى البساطة إيرادات ومصروفات، وفي معلومتين في التمرين. عندي مجموعة إيرادات كلها زي ما حضرتك شفت تتعلق بالنشاط، بس فيهم بند احنا قلنا في بداية الحلقة ان في إيرادات لا تخضع للضريبة، زي ما في مصروفات لا تعتمد وتطرح من الإيرادات الخاضعة للضريبة. فأقول لحضرتك من ضمن الإيرادات اللي كانت قدامك وهتشوفها في الحل دلوقتي، المهندس أحمد نبيل عنده مجموعة إيرادات مفيش أي كلام أكتبها زي ما هي، ولكن هاجي عند إيراد خاص بأن هو عمل سارة رياضية بالسودان أو بالإمارات. فلما نيجي نقول دلوقتي المهندس أحمد نبيل عمل سارة رياضية في الإمارات، ده في التمرين في الحل هتلاقيها السودان، ازاي ما تعرفش؟ يعني في التمرين مكتوبة إمارات، هتلاقي بس غلط مطبعي، موجودة في الحل ايه؟ في السودان. هنقول له دي حاجة مفيش مشكلة، ديت خاضعة للضريبة. طب عنده أتعاب تصميمات هندسية، مفيش مشكلة، كل الكلام ده خاص بالمهنة. لكن المهندس أحمد نبيل واخد جايزة تشجيعية نظير مؤتمرات حضرها، أو عنده حاجة في مؤتمر، يبقى بالتالي نقول له دي كده هنحط قدامها شرط. النقطة التانية أقول للمهندس أحمد نبيل أنت عندك خدت أتعاب 60,000 بالمشاركة مع مهندس زميلك. طب هل 60,000 دي تخص أحمد نبيل زي ما هتشوف في الحل دلوقتي؟ لا، مش كل 60,000، هو قال لي مناصفة، يبقى أحمد نبيل يخصه في الإيراد ده 30,000. أما تيجي بعد كده في المصروفات زي ما هتشوف في معلومتين، كل معلومة عليها نسبة وحسبة معينة. لما يقول لي ان المهندس احمد نبيل مأمن على حياته لصالح زوجته وابنته 350 جنيه شهريا، التأمين ده ليه قصة لوحده ونسبة نحسبها مع بعض. طب كان في المصروفات الراجل خايف من زوجته فعمل لها مرتب، فهو انا مش ذنبي بقى ان انت عامل مرتب لزوجتك وحضرتك هي لا تعمل. طب انت دلوقتي خايف من الزوجة فعمل لها مرتب وهي لا تعمل فين؟ في الشركة او في المكتب الهندسي. فبالتالي المرتب ده بالنسبة لي انا كراجل بحاسبك ضريبيا لا يعتد بيه ولا يعتمد ضريبيا، ومش هقدر اطرح لك هذا المرتب. في سيارة، في مصروفات، زي ما قلنا القواعد الاولية. تعالى سريعا كده قبل ما نبص في حل التمرين، مهندس احمد نبيل عنده مكتب هندسي، عنده مجموعة من الايرادات وعليه مجموعة من المصروفات، او صرف مجموعة من المصروفات، وعندنا معلومتين بنطلب منك تحدد وعاء الضريبة على دخل الأشخاص الطبيعيين، وبعدين حساب الضريبة المستحقة على الممول. آدي الحل قدامك. أولا ده الشكل اللي أنت بتعمل هذا الشكل عشان أحدد وعاء الضريبة. بقول له
لازم اولا الايرادات الخاضعه للضريبه. ايه الايرادات الخاضعه للضريبه؟ هنعد مع بعض من ورقه الاسئله اللي قدامك كل الايرادات انت كاتبها زي ما هتشوف دلوقتي اهو، وبعد كده اقول له اتعاب تصميمات هندسيه خمسه نقلتها، اتعاب استشارات هندسيه، اتعاب تصميم صاله رياضيه بالسودان، ارباح بيع ادوات هندسيه، جايزه تقديريه نظير ابحاث باحد المؤتمرات بين قوسين ده لا يرتبط بالنشاط، هتلاقينا كتبنا كل الايرادات لكن ده البند الوحيد اللي احنا حاطين قدامه شرطه. هتلاقي مكتوب اتعاب تصميم بالمشاركه مع احد المهندسين كان في 60,000 للمهندس احمد نبيل، هتلاقينا كاتبين 60,000 على 2، يعني انا ما ادركتش من اللي قدامي الا 30,000 فقط تخص المهندس احمد نبيل. يبقى كل الايرادات بتاعت ورقه الاسئله انا نقلتها نقل لمسطره، ولكن جيت عند ايراده نتيجه جائزه تشجيعيه حضوره احد المؤتمرات قلت ده لا يرتبط بالنشاط، ما كتبتش الرقم مش هاخد عليه ضريبه. لما جه قال لي ان المهندس احمد نبيل عنده 60,000 واخدها بالمشاركه مناصفه مع زميل مهندس اخر ليه، هقول له يبقى ال 60,000 دي مش كلها تخصك يا احمد، يبقى هنقول له 60,000 على 2، يبقى كده نقول له انت هناخد منك 30,000 ايراد فقط. ادي الايرادات زي ما حضرتك شفت، مجموعه الايرادات نقول له اجمالي الايراد، هنجمع كل الايرادات اللي احنا جمعناها 35 لاتعاب تصميمات هندسيه، اتعاب استشارات، تصميم صاله، ارباح بيع ادوات، كل الكلام ده يبقى اجمالي ايراداته 150,000 جنيه. ثانيا المصروفات، كل المصروفات اللي كانت عندك، وتعالى لما نيجي عند بند معين هقول لحضرتك ايه اللي مرتبط وايه اللي مش مرتبط. مرتبات موظفي المكتب يبقى ما فيش مشكله دي خاصه بالنشاط، اشتراك نقابه المهندسين ما هو مهندس، استهلاك السياره اقول له انت بتقول لي السياره ب 9,000 دي مصروفاتها ضريبيا، قلنا في بدايه الحلقه لما نيجي نتكلم هنقول بناخد تلتين مصروفات السياره، يبقى 9,000 في تلتين يبقى انا مش هعتد او اعترف لك الا ب 6,000 جنيه. مصروفات عموميه واداريه مفيش مشاكل. بيقول لي في اشتراك نادي رياضي، طب اشتراك نادي رياضي ده مش متعلق بالمكتب، فبقول له غير مرتبط بنشاط المكتب وبالتالي نحط قدامه شرط يعني انا مش هاخد هذا المبلغ. استهلاك ادوات هندسيه مفيش مشكله، كمل معايا كده. بعد كده هيقول لي مرتب زوجته، طب زوجته لا تعمل بالمكتب، تصرف انت بقى، يبقى المبلغ ده انا مش ايه مش هعترف بيه. ايجار المكتب مفيش مشكله. مجموعه المصروفات اللي طلعت عند حضرتك اقول له 48,000 جنيه، لما تطرحها من الايرادات اللي هي كانت 150,000 يبقى صافي الايراد بتاع المهندس احمد نبيل قبل خصم التبرعات 102,000. يبقى كده بقول له قبل خصم التبرعات كده مفيش عند حضرتك غير جزئيتين تانيين في المنهج في التمرين كله اللي احنا لسه ما اتعاملناش معاهم، جزئيه التبرعات وجزئيه التامين على الحياه. طب خلينا في التبرعات، لو انت رجعت للتمرين هتلاقيه بيقول لي انا المهندس احمد نبيل عنده تبرع لجمعيه خيريه مصريه مشهره دافع 6,000 جنيه تبرع، ودافع 350 جنيه في الشهر تأمين على حياته لصالح زوجته وابنته. أقول لحضرتك نفهم بس التمرين ونرجع بعد كده لحتة التبرعات والتأمين ده بالتفصيل. حضرتك مباشرة هتروح تاخد المبلغ اللي قدامك اللي هو 102,000 صافي الإيراد قبل التبرعات، تضربه في 10%، ال 10% دي ثابته انت حافظها، هيطلع معاك 10,200. فانا اقول لك كده ان ال 10,200 دول الحد الاقصى اللي انا هقبله منك كتبرع، او هقبل ان انا اسمع الرقم ده انك اتبرعت بيه. فانت هتقول لي انا اتبرعت بسته، يبقى ال 6,000 اقل من الحد الاقصى، يبقى احنا اسفين لحضرتك هنطرح لك ال 6,000 كامله لان انت كده لم تتخطى الحد الاقصى يا باشمهندس. بعد كده
اجي على التامين يقول لي مامن ب 350 جنيه في الشهر. طب انا بتكلم سنويا 350 في 12 ب 4200. القاعده قالت لي ان 350 في 12 اي المبلغ اللي هيطلع اقارنه ب 3000 جنيه، دي ثابته حافظها في دماغي، ايهما اقل؟ يبقى احنا برضو اسفين لحضرتك، التامين اللي انت مامنه 4200، احنا حدنا الاقصى 3000، يبقى المفروض انا مش هخصم لك غير ال 3000. يبقى في التبرع انا اعترفت لك بالسته كلهم لان انت لم تتخط الحد الاقصى، لكن في التامين انت تعديت الحد الاقصى ب 4200، فاقول له ال 3000 دول اقل، ده الحد الاقصى بالنسبه لي. يبقى بالتالي الوعاء الخاضع للضريبه 93000. بعد ما توصل للوعاء اقول له في حاجه اسمها اعفاء الحد الادنى للمعيشه وقدره 8000 جنيه. يبقى كده حضرتك الوعاء بتاعك بتاع الضريبه 85000 جنيه. ده كده المطلوب الاول اللي قدامك 85000 جنيه الوعاء، يعني المبلغ اللي هناخد عليه ضريبه. يطلب مني حساب الضريبه اعمل الاتي زي ما حضرتك شايف في المطلوب رقم 2 في نهايه التمرين اهو، حساب الضريبه المستحقه. بيقول لي ال 22000 الاولى دي قاعده ثابته تاخد 10% منها، فايض معاك حاجه من ال 85 يبقى انا كده دخلت في الشريحه الثانيه 15000 دي ثابته تتضرب في 15%. لما تيجي تجمع ال 22 كشريحه اولى الكلام ده ثابت، وال 15000 الشريحه الثانيه دول 37000. طب انت وعائك اللي لسه حصلت عليه كام؟ 85. يبقى الباقي من هذا الوعاء يدخل كجزء من الشريحه الثالثه ك 48000، ده يتضرب في 20%. يبقى كل المبالغ دي هو اجمالي الضريبه المستحقه. تعالى كده سريعا نقول ايه اللي حصل قبل ما نخش في التمرين الثاني عشان وقتنا. اقول لك كل ما في الموضوع، الباشمهندس احمد نبيل كان جايب لي مجموعه من الايرادات ومجموعه من المصروفات وقايل لي معلومتين. انا خدت ايراداته كلها كتبتها وخدت مصروفاته كلها كتبتها وبدات اتحاور مع كل نوع. مين في الايرادات مش هكتب رقمه يعني مش هخضعه لك للضريبه يا باشمهندس، ومين من المصروفات مش هعترف لك بيه ومش هكتبه. لما دخلنا في الايرادات قلت لك ما تاخدش اي حاجه لا تتعلق بالنشاط. طب الراجل ده في حاجه واحده بند واحد بس هو اللي احنا ما كتبناهوش في التمرين ده، وهو مكافاه تشجيعيه نظير مؤتمر او ابحاث في مؤتمرات. ده كده واحد. النقطه الثانيه اللي وقفنا عندها عند الايراد ان الباشمهندس احمد نبيل كان دخله 60000 جنيه بالمشاركه كاتعاب مع زميل مهندس اخر، فقلت لا انا اللي يخص احمد في الموقف ده 30000، يبقى اخد ال 30000 بس. ادي المعلومتين اللي احنا اتكلمنا فيهم في الايراد وورقه الاسئله زي ما هي نقلتها يا جماعه 150000. جيت على المصروفات لقيت عندي ايجار ومرتبات وكل الكلام ده جميل، لكن جيت كده لقيته بيقول لي ده اشتراك نادي رياضي. ايه اشتراك نادي رياضي؟ ما اعرفش اشتراك نادي رياضي. ده ملوش علاقه بالمكتب، يبقى اشتراك نادي رياضي لا، خلاص شرطه. مرتب لزوجته، انت عامل لزوجتك مرتب وزوجتك لا تعمل، يبقى ده موضوع حضرتك كده مش هناخد هذا الايه المبلغ ضمن المصروفات. جيت عند التبرعات والتامين اللي هم المعلومتين دول، ودول ليهم جزء لوحده كده في الحل. بعد ما بتحط المصروفات كلها تطرحها من الايرادات طلع معايا المصروفات 48000 والايرادات 150000، فقلت 150 ناقص ال 48 طلع معايا 102. سمينا المبلغ ده صافي الايراد قبل خصم التبرعات. اجي بقى عند التبرعات والكلام ده ثوابت زي ما بنقول، اقول له يا باشمهندس انت كاتب في التمرين بتاعك من ضمن مصروفاتك انك متبرع لجمعيه خيريه مشهره بن ايه ب 6000 جنيه. قصه التبرع بمنتهى البساطه، انا ما ماليش علاقه انت متبرع بكام، ولما اقول لك انا يبقى انا اللي بكلمك الراجل اللي بيحسب عليك الضريبه او انا كمصلحه الضرايب، انا هاخد منك ضريبه كام. ولما اقول لك انت فانت الممول اللي انا هحاسبك ضريبيا او هقول لك الضريبه اللي هتدفعها كام.
فدلوقتي انا بتقول لي انا دافع 6000 جنيه تبرع، اقول لك التبرع ده ليه قاعده عندي كراجل بحصل منك الضريبه، وليه نسبه معينه حضرتك ما تتخطاهاش. يعني مش اي حد يجي يقول لك انا كان الموضوع يبقى بسيط، ده انا متبرع ب 100000، وبالتالي يبقى انت كده هيبقى في وسيله ان انت تتهرب من الضريبه او ما تدفعش الضريبه الفعليه بتاعتك. فالضريبه قالت لما اجي اتكلم في التبرعات اجيب صافي الايراد قبل خصم التبرعات اللي هو ال 102، بعد ما جبت الايرادات 150 مصروفات 48 في تمريننا، يبقى الصافي ده ماينس ده اداني 102000. المبلغ ده يتضرب في 10%. طب المبلغ ده من بيانات التمرين، وال 10% حضرتك حافظها النسبه كونستانت ثابته وبنسبه كبيره قوي قوي. اي نسبه تيجي قدامك وتفكر تسالني تقول لي النسبه دي منين، هقول لك ثابته، ده في الضرايب. فال 10% دي ثابته، انا هضربها في الوعاء او في المبلغ في صافي الربح او صافي ايرادك قبل خصم التبرعات. يبقى انت صافي ايرادك لحد اللحظه دي 102000، ف 10% الكلام ده عندي انا في مصلحه الضرايب، انا بحسب الحسبه دي كده 102000 10% 10200. ساعتها اسال حضرتك كممول، انت متبرع بكام؟ انا كده معايا رقم في دماغي او في ذهني 10200. لو تخطيت المبلغ ده انا مش هخصم لك غير اللي في دماغي، غير اللي انا حاسبه. ما تخطيتوش يبقى احنا اسفين لحضرتك، هنخصم لك التبرع اللي قلته كله. طب المهندس احمد دمير كان متبرع بكام؟ ب 6000 جنيه. فلما حسبت حسبتي لقيت ال 10 ال 102000 في 10% ب 10200. فبقول انا هشوف المهندس ده متبرع بكام، بس اوعى يتعدى ال 10200. بيقول لي 6 شكرا، اخصم ال 6، يبقى انت راجل مفيش مشاكل. لو كان قال لي متبرع ب 10 مفيش مشاكل، 10200 مفيش مشاكل، 10201 انا مش هخصم غير ال 10200. يبقى التبرعات 10% من صافي الايراد قبل خصم التبرعات او المدفوع اللي انت متبرع بيه، ايهما اقل؟ القليل في الاثنين هو اللي انا اعترف بيه. كده قصه التبرعات. لما نيجي في التامين على حياته لصالح زوجته، في برضه نسبه، كل مكان او كل جزئيه ليها في رولز معينه احنا ماشيين عليها في الضرايب. فاقول لحضرتك ان انت عندك متبرع، انت دافع تامين 350 جنيه شهريا. لما اقول لك شهريا يبقى الكلام سنوي، لو قلت لك سنوي خلاص يبقى انا هقارن بالمبلغ اللي هقوله لك سنويا. يبقى عندنا في التامين على الحياه لصالح زوجته وابنته بيقول لي احدك الاقصى 3000 جنيه ثابت، رقم ثابت 3000 جنيه مش نسبه. فال 3000 جنيه ديت اي حد يجي يقول لك انا مامن على حياتي لصالح زوجتي وابنتي، طب ماشي بكام؟ 350 اضربها في 12 ب 4200. اسف مش هعترف لك بالمبلغ كاملا. ليه؟ لان انا عندي حد اقصى، او انا اتعلمت فيه اسس معينه ماشي عليها، ان الحد الاقصى للتامين على الحياه لصالح زوجته واولاده 3000 جنيه. انت مامن باكتر من كده يبقى انا مش هخصم لك ولا هعتمد لحضرتك كمصروف الا ال 3000 جنيه. 3000 تطرح، طلع في الاخر الوعاء بتاع حضرتك 85000، ناخد عليه الضريبه زي ما قلنا قبل كده بقى. الشرايح 22000 ضربنا في 10%، 15000 التاليه تتضرب في 15%، لقيت 85000 جنيه. ده الوعاء الشريحتين الاولانيين 37، اطرح من ال 85 يبقى الباقي في الشريحه الثالثه 48000. ده اللي هيتضرب في كام؟ في 20%. المبلغ ده هو اللي هيطلع بتاع المهندس احمد نبيل. واوعى تنسى انك بعد ما بتجيب صافي الايراد قبل خصم التبرعات تشيل التبرعات وبعدين تشيل التأمين على الحياة، يطلع لك مبلغ اوعى تنسى وتروح تاخد الضريبة على المبلغ ده على طول، لان في حاجة مهمة قوي اسمها اعفاء الحد الادنى للمعيشة. ان انا بعد ما اطلع كل الكلام ده اشيل لحضرتك 8000 جنيه نسبة ثابتة حضرتك حافظها كويس من الوعاء، واقول لك المبلغ ده النهائي اللي انا حاسبك عليه ضريبيا. يعني الكلام ده كان 93000، لما شلنا منه 8000 جنيه يبقى وعاء الضريبه 85000 جنيه، وبالتالي هبدا اتعامل مع حضرتك في الشرايح الضريبيه على اساس ال 85000. تعالى سريعا ناخد مثال تاني على ايرادات المهن الحره عشان وقت حلقتنا، وهو مثال 2
بيقول لي مثال المحاسب محمد عماد، تعالى كده سريعا. برضو ده مثال تاني على إيرادات المهن الحرة اللي هو مثال اتنين. وبعد ما نخلص إن شاء الله المثال التاني هنتكلم في مجموعة من الملاحظات على إيرادات المهن الحرة. نقول لحضرتك سريعا كده حتى لو شفنا ايه فكرة التمرين دوت. في ميالي بيانات خاصة بمكتب محاسبة يملكه محمد عماد عن عام 2018، ادي ايرادات المحاسب محمد عماد، اتعاب محاسبة ومراجعة 80,000، اتعاب تقديم اقرارات ضريبية 20,000، 5,000 اتعاب حضور جلسات نيابة عن عملائه، 2,000 ارباح بيع اجهزة كمبيوتر مستهلكة، 1,000 أرباح بيع أساس مستهلك، 3,000 عمولة عن توسطه لأحد عملائه في بيع عمارة. طب وأنت مالك؟ أدي بيع ده، يعني ده ما حط خط تحت ده، ده ملوش علاقة بالمحاسبة أو مكتب المحاسبة. عندك الـ1,000 اللي قبلها أرباح بيع أساس مستهلك، ماشي، أساس ده أساس مكتبه، ماشي. طب في أرباح بيع قطعة أرض يملكها، برضو دي ملهاش علاقة. أتعاب تصميم نظم محاسبية لأحد العملاء. كده احنا مفيش مشكلة. المصروفات 18,000 مكافآت المساعدين بالمكتب، 8,000 استهلاك اصول ثابتة، 3,500 اشتراك نقابة التجاريين، منها 1,500 اشتراك نادي، اشتراك النادي بتاع المهندس احمد نبيل في المثال اللي فات ما اعترفناش بيه طبعا. 18,000 مصروفات عمومية وادارية، 6,000 تبرعات لجمعيات خيرية معترف بها ومشهرة. فاذا علمت ان أتعاب المحاسبة والمراجعة تشمل 10,000 أتعاب مستحقة من العام الماضي، الممول مؤمن على حياته لمصلحة زوجته وأولاده القُصّر بواقع قسط شهري 200 جنيه تحديد وعائد ضريبة على دخل الأشخاص الطبيعيين أو للممول محمد عماد، وتحديد الضريبة المستحقة علما بأنه يمسك دفاتر منتظمة وأنه ليس له مصادر إيه؟ دخل إيه؟ أخرى. طيب سريعا كده في دقيقة، ايه الجديد او ايه الفكرة في مثال المحاسب محمد عماد عشان وقتنا؟ حضرتك دلوقتي محاسب محمد عماد برضو زي المهندس احمد نبيل عنده مجموعة من الايرادات وعنده مجموعة من المصروفات. لما اجي اقول له ايراداتك ايه؟ هيقول لي انا عندي اتعاب محاسبة، كل اللي يتعلق بالمهنة مفيش مشكلة. لكن هيجي يقول لي ده انا كنت توسطت في بيع قطعة ارض مثلا، في بيع حاجة في العمارة لواحد صاحبي مثلا، يبقى ده وخد عموله. طب ايه الوساطه دي او السمسره اللي خدها دي او العموله دي؟ ملهاش علاقه بالمهنه. طب ده هو باع قطعه ارض هو يملكها وكسب فيها، ملهاش علاقه. طب باع اساس المكتب وكسب فيه، لا ليه علاقه، لان ده اساس المكتب وهو محاسب، يبقى مكتب المحاسبه بتاعه باع اساس وكسب فيه، مفيش مشكله. في بالنسبه للمصروفات قال لي ان المصروف ده عنده اشتراك نادي برضه لا يعتد بيه، نفس الكلام اللي احنا اتعاملنا معاه مع المهندس احمد نبيل، مفيش اي مشكله خالص. ولكن في نقطه يعني جديده في تمرين ده محمد عماد، وبنقول ان بيقول لي في الملاحظات ان هو عنده 10,000 جنيه من الاتعاب اللي خدها دي مستحقه عن العام الماضي. يعني انا دلوقتي هو كان ليه اتعاب عند حد ما خدهاش السنه اللي فاتت وخدها السنة دي. حد يقول لي طب ما دي بتاع السنة اللي فاتت، أقول لك لأ. الضرايب لما حضرتك تيجي تاخد الضريبة، لو حضرتك خدت مبلغ مقدم عن السنة الجاية أنا هاخد عليه ضريبة السنة دي، وبعد كده ما اخدش عليه السنة الجاية. بمعنى أيا كان المبلغ أنا ليا واقع حاجة أكشوال فعلي موجودة دلوقتي، المبلغ اللي انت حصلت عليه السنه دي كام؟ هو ده اللي حاسب عليه ضريبيه، لانه السنه اللي فاتت لما خد المبلغ ده ما حاسبوش عليه ان ايراده كان 100,000 وهو ما خدش الا 90، لا هو حاسبه على 90 ان هو دفع، ان هو ايراده 90، لكن هو السنه دي جاله 10 من السنه اللي فاتت، يبقى هي بالظبط كان انا خدت السنه اللي فاتت على 100 والسنه دي على 100، لا انا السنه اللي فاتت خدت ضرايب على ان دخلك 90 لان كان في 10 ما جوش
او مستحقين، والسنه دي هاخد على ال 110 مفيش اي مشكله. يبقى لو حتى خدت مبلغ مقدم اخد عليه ضريبه برضو في هذا العام، فبالتالي في 10,000 مستحقه من العام الماضي، عشان حضرتك تتلخبط وتقول لا ده ال 10,000 دي اطرحها من الايراد وادرج الايراد اللي هو ايه الصافي كام. فانا بقول لك هتحط المبلغ كاملا بتاع ال 10,000 دي مع اللي هي من ضمن الايراد بتاع اتعاب المحاسبه والمراجعه. طبعا بالاضافه ان هو مامن على حياته لصالح زوجته. تعالى سريعا كده نبص على الحل بنفس الطريقه بتاع المهندس احمد نبيل، وبنقول له الايرادات الخاضعه للضريبه كل اللي انت عندك عباره عن اتعاب محاسبه ومراجعه، اتعاب تقديم قرارات ضريبيه نيابه عن عملاء، اتعاب حضور جلسات، بعد كده اتعاب او ارباح بيع اجهزه الكمبيوتر ومستهلكه مفيش مشكله، وبعدين ارباح بيع اساس مفيش برضو مشاكل، بعد كده عمولة عن توسطه لأحد عملائه في بيع عمارة، أرباح بيع قطعة أرض يملكها، وأتعاب تصميم نظم محاسبية. هتلاقي البندين الوحيدين اللي هو عمولة عن توسطه لأحد عملائه في بيع عمارة، أرباح بيع قطعة أرض يملكها، دول مش موجودين خلاص. إجمالي إيراده 116. مكافآت المساعدين، طبعا ده بدأنا في المصروفات، مكافآت مساعدين بالمكتب 18، استهلاك اصول ثابته 8,000، اشتراك في نقابه التجاريين 3,500 ناقص 1,500. ليه؟ لان احنا قلنا من ضمن اشتراك النقابه في 1,500 اشتراك نادي رياضي، ملناش دعوه بالنادي. ليه؟ لان قال اشتراك نادي رياضي غير مرتبط بنشاط المكتب 1,500. مصروفات عموميه واداريه 18، جمعنا المصروفات طلعت 46,000. اطرح من ال 116، كمل سريعا معايا. صافي الايراد قبل خصم التبرعات طلع 70,000، هنخصم منه بقى، نبدا نشوف التبرع بتاع ايه الجمعيه الخيريه. الراجل بيقول لي انا متبرع بكام؟ ب 6,000 جنيه. فهقول له نفس الكلام، هاخد صافي الايراد اللي هو 70,000 قبل خصم التبرعات، وهضربه فيه 10% في 10%، يبقى كده نقول له دول 7,000 جنيه. طب انت بتقول كام يا محمد يا عماد؟ قال لي 6,000. قلت له خلاص، يبقى انت ما تخطيتش الحد الاقصى زي المهندس احمد نبيل، كده معانا 6,000 جنيه. اطرح، بقت 64,000. هنخصم اقساط التامين على الحياه لصالح زوجته واولاده. لما جيت قلت محمد عماد متبرع دافع تأمين 200 جنيه ده في التمرين، ال 200 في 12 ب 2,400. ولو عملت مقارنه بين المثال ده ومثال المهندس احمد نبيل، بقول لحضرتك ان احمد كان مأمن ب 350، فلما ضربت ال 350 في 12 ادت 4200. ال 4200 كانت اكبر من الثلاثه، فما خصمتش غير الثلاثه. لكن محمد عماد مأمن ب 200 جنيه فقط في 12 ب 2,400، يبقى ال 2,400 اقل من ال 3,000، وبالتالي خصمنا ال 2,400. اقول له يبقى الوعاء الخاضع للضريبه 61,600، شيل اعفاء الحد الادنى للمعيشه 8,000 جنيه، يبقى الوعاء 53,600. هتكمل عادي جدا جدا بنفس الطريقه. وازاي نحسب الضريبه؟ بالطريقه اللي احنا قلناها قبل كده. بالشريحه هناخد 22,000 15، وبعد كده هيبقى في مبلغ باقي، وبالتالي يبقى انت كده جبت وعاء الضريبه كمطلوب اول، وحددت الضريبه بالشرايح اللي احنا خدناها. وبكده اعزائي الطلبه والطالبات تنتهي حلقتنا النهارده من برنامجنا في بيتنا مدرسه. دمتم في رعايه الله وامني، القاكم دائما على خير في الحلقات القادمه. كان معكم دكتور عماد صدقي، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.